السلام عليكم يا أصدقائي، اليوم سنأخذ درس جديد من الأساليب وهو الجملة الفعلية. سلمى يا سلمى، هل انتهيتي من قراءة كتابك؟ ابتعد عني يا محمد، ليس الآن من فضلك. يا سلمى يا سلمى، أرجوك هل يمكنك أن تساعديني؟ حسنا، ماذا تريد يا محمد؟ أخبرني سريعا. إنني أكتب قصة عنوانها الجندي الأبيض، ولدي مشكلة، فأنا أبحث عن أكبر عدد من الجمل الفعلية. الجمل الفعلية؟ يا سلمى، ألا تعرف الجملة الفعلية؟ إنها الجملة التي تبدأ بفعل. أعرف الجملة الفعلية، إن الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل، ولكنني أسأل لماذا تحتاجها؟ وما قصة الجندي الأبيض هذا؟ لا. تسأليني عن الجندي الأبيض؟ ألا تعرفين الجندي الأبيض؟ إنه الطبيب الذي يعالج المرضى ويداويهم من فيروس الكورونا. سأنادي أمي كي تعرفك على الجندي الأبيض. انتظر، فأنا أعرف الجندي الأبيض، ولكن ما علاقته بالجملة الفعلية؟ لأنني مشترك في مسابقة قصصية، ومن شروطها أن تكون جميع الجمل جمل فعلية في القصة، أي تبدأ بفعل. حسنا، وما المطلوب مني هنا الآن؟ أن تساعديني في بعض الجمل الفعلية. حسنا، دعني أفكر. ذهب الطبيب إلى المشفى، هذه جملة تبدأ بالفعل الماضي، ذهب. حسنا، سأكتب هذه الجملة في القصة بالفعل. ثم ماذا يفعل الطبيب بعد ذلك؟ فكري في شيء آخر. يرتدي الطبيب القناع الواقي والقفازات، هذه جملة فعلية بدأت بالفعل المضارع يرتدي. ها، ما رأيك؟ جميل، سأكتب هذه الجملة. وماذا أيضا؟ تريد جملة أخرى؟ يعطي الطبيب الدواء للمصابين. أجل، هذه أيضا جملة فعلية بدأت بالفعل المضارع يعطي. يغسل الطبيب يده باستمرار، يغسل أيضا فعل مضارع. لابد أنه كان خائفا من العدوى. حسنا، خذ هذه الجملة أيضا. يقول الطبيب للمريض خذ دواءك بانتظام واحجر نفسك في الغرفة. فهمت؟ خذ فعل أمر، وأيضا أحجر فعل أمر. لقد انتهت القصة الآن، اتركني لأعود إلى كتابي من فضلك. ولكن يا سلمى، أريدك أن تلعبي معي، أرجوك. اذهب من هنا، أريد أن أقرأ كتابي، ودعني وشأني. هيا يا سلمى، العبي معي الآن. لكني لا أريد. يا سلمى، دعيني أقولها لك بجمل فعلية. تترك سلمى كتابها، تذهب سلمى مع أخيها، تلعب سلمى لعبة الغميضة. بل هناك جمل فعلية أفضل، سأريك إياها. رفضت سلمى أن تذهب، جلست سلمى لتقرأ كتابها. اتركني وشأني. كيف تقولي أن أتركك وشأنك؟ في هذه الحالة لن أكون محمد الذي تعرفينه. في هذه الحالة أنا سأستعمل معك فعل الأمر. انهضي يا سلمى، اتركي الكتاب، تعالي معي، وأنا لن أتحرك من هنا قبل أن تأتي معي.
أوه يا إلهي! حسنا يا أصدقائي، بعدما استمعنا إلى هذا الفيديو، هيا نخرج ما تعلمناه من هذا الفيديو. أولا، هو يحكي عن الجملة الفعلية، ودائما تأتي الجملة الفعلية في أولها فعل، وهو إما أن يكون فعل مضارع أو فعل ماضي أو فعل أمر. إذن الجملة الفعلية تبدأ بفعل. ما هو نوع الفعل؟ إما أن يكون في المضارع، هو ما يحدث الآن، أو ما يكون في الماضي أي حدث وانتهى، أو فعل الأمر وهو أن أأمر شخص بأن يفعل شيئا معينا. تعالوا معي نرى فعل المضارع ونحضر له جملة: يرتدي الطبيب القناع الواقي والقفازات. انظروا إلى الكلمة التي باللون الأحمر، يرتدي، هذا فعل وبدأ في أول جملة. إذن هذه الجملة المكونة من يرتدي الطبيب القناع الواقي والقفازات، هذه الجملة بأكملها تسمى جملة فعلية. لماذا يا معلمتي تقولين هذا؟ لماذا تقولين أنها جملة فعلية؟ لأنها بدأت بفعل. وانظروا أيضا، هذا الفعل نوع ماذا؟ انظروا، يرتدي، أي هو يرتدي الآن، إذن هو فعل مضارع. وإذا كانت للمؤنث نقول ترتدي، أليس كذلك؟ رائع. تعالوا نرى الفعل الماضي في أول الجملة: ذهب الطبيب إلى المشفى. أين الفعل في هذه الجملة؟ في أولها الذي باللون الأحمر، ذهب. إذن هذه الجملة يا معلمتي جملة فعلية لأنها بدأت بفعل. وإذا كانت للمذكر نقول ذهب، وإذا كانت للمؤنث نقول ذهبت، ولكن نغير باقي الكلمة، لا نستطيع أن نقول ذهبت الطبيب، لا، يجب أن نقول ذهبت الطبيبة إلى المشفى. حسنا يا أصحابي، ثالث فعل وهو الفعل الأمر، وأيضا إذا أتى في أول الجملة تكون الجملة فعلية لأنها بدأت بفعل. انظروا إلى هذه الجملة: أترك كتابك. أترك كتابك، إذن الفعل الأمر هنا هو أترك، أنا آمرك أن تترك كتابك الآن، وأجاء في أول الجملة، إذن هي جملة ماذا؟ جملة فعلية. أحسنتم. والآن يا أصدقائي، لدينا مخرجات التعلم أو ما تعلمناه اليوم من هذه الحصة. أن الجملة الفعلية دائما تبدأ بفعل. أحسنتم. إذن الجملة الفعلية دائما تبدأ بفعل، ولكن متى حدث هذا الفعل؟ ما الزمن الذي حدث فيه الفعل؟ إما أن يكون الآن وهو المضارع، أو في الماضي وهو ما حدث وانتهى، أو الأمر وهو أن آمرك به الآن. إلى اللقاء يا أصدقائي.